هذا الوقت باسطنبول هو فصل الربيع، يعني كل السياح يلي بيزوروا اسطنبول بهذا الوقت رح يكونوا محظوظين كتير، لأنه رح يستمتعوا بأجمل مهرجان، مهرجان التوليب. بهذا الوقت من السنة بلدية اسطنبول بتزين كل الحدائق والأماكن المفتوحة بأزهار التوليب. بس خلونا نعرف ليش اسطنبول اختارت التوليب. اسمها لالي، وهالزهرة الأهمية كتير كبيرة عند الشعب التركي، لهيك بتلاحظوا انه في كتير اسماء بنات او في كتير بنات اسمهم لالي باللغة التركية، بالاضافة لانه بلدية اسطنبول عملت لالي او زهرة التوليب شعار للبلدية، حتى انه في مسجد اسمه مسجد التوليب يلي هو لالي ليه. بما اني خبرتكم عن اسم التوليب باللغه التركيه والمعاني اللي بتشمله، لازم اخبركم اسم توليب بحد ذاته من وين اجى باللغه العربيه. يا جماعه، الاسم توليب اجى من كلمه تولبانت. تولبانت هي الوشاح يلي بيتم لف الراس فيه باللغه التركيه، لهيك اخذوه للغه العربيه وصار اسمه توليب. توليب فعليا الزهره يلي بتشبه عمامه السلاطين بعهد الدوله العثمانيه، وتولبانت هو الوشاح يلي كانوا يعملوا منه هاي العمامه. معلومات صحيحة 100%. طبعا انا انشغلت بالحديث عن التوليب ونسيت اخبركم نحن وين اليوم. فعليا نحن موجودين بحديقة جولهانة، هي اللي بتعتبر أكمل؟ عادي؟ أوكي. تعتبر من أقدم الحدائق الموجودة في مركز اسطنبول، موجودة بمنطقة السلطان أحمد يلي عملنا لكم عن منطقة السلطان أحمد فيديو كتير حلو موجود هون بالزاوية. حديقة جولهانة بيمر منها ترامواي والموقف اسمه جولهانة، يعني باختصار هاي الحديقة فيكم تزوروها بتوليب وبلا توليب لأنه حلوة بكل الأوقات. يعني بدون مبالغة يا جماعة، القعدة هون دول الأعصاب حرفيا، وخصوصي التوليب على مد العين والنظر. صراحة بهذا الوقت من السنة الحدائق هي خيار مناسب كتير لتقضوا فيها وقت، وخصوصي هذا النوع من الحدائق اللي بتكون مخدمة بكافيات تابعة للبلدية مثل جولهانة بارك. هلا بتكون تقولوا لي معقول بكل اسطنبول ما فينا نشوف توليب إلا بجولهانة بارك؟ أكيد لا، اسطنبول فعليا بتتزين كلها بالتوليب، حتى الشوارع والمرافق العامة، لكن من الباركات يلي بننصحكم فيها لحتى تستمتعوا بوقت كتير لطيف هي 1 جولهانة بارك، 2 يلدز بارك. يلدز بارك الموجودة بمنطقة بشكتاش، ما بعرف إذا شفتوا فيديو بشكتاش، بشكتاش عملنا عنا فيديو كتير حلو، شوفوا الفيديو. وفي حديقة ثالثة اللي هي أميرغان الموجودة بمنطقة سريار، هي رح نعمل عنا تغطية شاملة لحتى نحكي عنها لأنه منطقة كتير مهمة والحديقة مميزة جدا. بنكون قضينا يوم في أحضان الطبيعة، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بهذا الفيديو مثل ما نحن استمتعنا وقت خبرناكم عن هي التفاصيل الجميلة. ما تنسوا تعملوا لايك على هذا الفيديو وتعملوا سبسكرايب للقناة لحتى يوصلكم كل شيء جديد منا. عم نصور لكم فيديوهات حلوة بنتعب عليها، إن شاء الله تكونوا عم بتحبوها. بدنا شوية دعم، لايك، تفعيل زر الجرس، وشوف شغلات كمان بتنعمل، تعليقات، فيكم تكتبوا لنا تعليقات إذا بدكم.